بيكم مشاهدينا في كل مكان. الحقيقة ان احنا من فترة لأخرى بنقوم على خبر متحور جديد من متحورات كورونا. يعني في خلال السنة دي مثلا على سبيل المثال كان في متحور اسمه XBB، في متحور تاني اسمه EG5، واخيرا ونتمنى ان يكون اخرا في متحور اسمه JN1، وده يعتبر احدث حاجة. هنتأكد طبعا من المعلومة ديت، ولكن الخبراء او المتخصصين بيقولوا ان اعراض JN1 ما هي الشديدة، ولكن عنده اكثر قابلية، عنده عرضة اكبر للانتشار بين الناس، وده لانه متغير فرعي من متغيرات اوميكرون، وبالتالي هي اعراضه زي اسلافه، ما بيضيفش حاجة جديدة. ولكن خلينا عشان نأخذ أكثر، يعني زي ما بيقولوا الحيطة والحذر، ونسأل متخصصين أكثر يدونا معلومات أكيد أعمق. دكتور إسلام عناني معنا على التليفون، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة. أهلا بك يا دكتور إسلام. أهلا وسهلا أستاذة ولاء. أهلا وسهلا يا فندم. لو حضرتك تدينا الأبديت بقى، يعني JN1 هل ده أحدث حاجة ولا في أحدث منه؟ أعراضه إيه؟ هل في حاجة جديدة ولا ما فيش زي ما قلت؟ يعني زي ما تفضلت في المقدمة وده مظبوط، هو طبعا إحنا بنتعرض على طول لموجات من المتغيرات المختلفة، بس هو الكويس إن كل المتغيرات الموجودة حاليا هي متغيرات فرعية من أوميكرون. يعني فالحمد لله أوميكرون كان أكثر انتشارا، ولكن أقل يعني في الأعراض، أقل في نسب الوفيات وفي دخول المستشفيات. فحاليا حتى للتحور اللي بيظهر تقريبا، احنا عندنا متحور بيظهر كل 3 أو 4 شهور، ولكن نقدر نقول ان هم زي ما بنسميهم او منظمة الصحة العالمية بتصنفهم variant of interest او VOI، هم فقط حاليا الـ XBB زي ما تفضلتي، سواء الـ 1.5 او الـ 1.16 والـ EG5 اللي هو كان آخر واحد وابتدى ينتشر بطريقة كبيرة، وحاليا موجود في 87 دولة. لسه المتغيرات الجديدة ما دخلتش حتى ضمن الجدول، وده على طول بيدينا انطباع عشان نطمن الناس إن ما هواش أكثر انتشارا بنسبة ملحوظة، وما هواش ليه تأثير مختلف عن الـ EG5. فالنيو فاريانت هو ستيل زي الـ EG5، مش متغير عنه كتير حتى في شكل بروتين الأشباك الموجود حواليه او في حجم التحور نفسه الموجود على الفيروس. احنا طبعا الحمد لله كمان اللي بياكد ذلك ان الاسبوع ده والشهر ده كله اقل ب 40% من الاصابات من الشهر اللي فات. طب عظيم. بنتكلم على 40% اقل في الاصابات و 41% اقل في الوفيات الحمد لله. فده طب عظيم. يعني الوضع مستقر. احنا طبعا لغايه اخر نوفمبر، اخر نوفمبر هتبتدي الارقام تاني تعلى في ديسمبر للاسف شويه، طبعا مع دخول الشتاء، مع برضو وجود فيروسات اخرى، مع فيروسات الشتاء السنه دي متوقع عليها ان الانفلونزا كمان هتبقى اكثر من للاسف من الكوفيد. لكن لو اتكلمنا على الكوفيد بالذات مفيش قلق من المتحورات الجديده، وباذن الله الحاله مستقره يعني. طيب ده نتيجه انه الفيروس خلاص بدا يضعف يا دكتور، ولا في اسباب ثانيه؟ هو في اكثر من سبب، يعني اول سبب هو اللي حضرتك تفضلت بيه، هو كل الفيروسات عموما ما عدا الايبولا، لو استثنينا الايبولا، هي دايما بتتحور للاكثر انتشارا واقل ضعفا في الاعراض. فالحمد لله ان النمط دلوقتي بقينا بنعرف ندرسه كويس لكوفيد، النمط بتاعه ان هو دايما بيبقى بيقول ان هو اكثر انتشارا ودايما الاعراض اقل، وده اللي شفناه في اخر واحده اللي كان شويه في تخوف منه في الايجي 5، ولكن فضل زي ما هو. الحاجة الثانية هي ان المناعة اللي موجودة في الخلايا جوه جسمنا بقت متعودة اكتر على الفيروس، فبقى في مناعة افضل. الحاجة الثالثة هي نسبة اللقاحات، يعني نسبة الناس اللي واخدة اللقاحات دي بتخلي في مناعة. صحيح المناعة احنا دايما بنقول اللقاح بيدي مناعة قوية لمدة 6 شهور، ولكن بيدي مناعة مستمرة في التعود على الفيروس، من الاعراض بعد كده تبقى اقل. فحتى نسبة الوفيات اللي موجودة، لان احنا ستيل عندنا نسبة وفيات الحمد لله على مستوى العالم هي قليلة، ولكن هي دايما بتبقى من ضمن الاشخاص اللي ما خدوش قبل كده اي لقاح، كبار السن زياده عن 65 سنه، او اصحاب الامراض المزمنه المسيطر عليها، يعني حد عنده ضغط او سكر، والضغط والسكر طبعا مش متظبط، عشان دايما نقول للناس لو انت ظبطت ضغط والسكر انت زيك زي اي انسان طبيعي في نسبه المناعه. فاحنا بنتكلم في نسبه قليله الحمد لله. نقول بس الحاجه النصيحه اللي نقولها ان الفتره اللي جايه طالما الفيروسات التنفسيه هتزيد، يعني سواء كان كوفيد سواء كان انفلونزا كان الفيروس المخلاوي، هي نفس الاجراءات الفتره اللي جايه، يا ريت يبقى عندنا
الثقافه بتاعت الصحه العامه، يعني نلبس ماسك، اي حد عنده اعراض يلبس ماسك، رايح مكان زحمه يلبس ماسك. انا نفسي ده يكون عاده عاديه جدا متقبله ما بيننا زي ما كان بيحصل في 2020، عشان ما نعديش بعض. انا ممكن حد يبقى عنده اعراض خفيفه، بيعدي حد عنده مشكله في المناعه، بياخد دواء بيظبط المناعه فيجيب له اعراض للاسف ممكن تتفاقم، ممكن يخش بسببها المستشفى، لكن غير كده الحمد لله. احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور اسلام عناني، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم الاوبئه، ودايما خليكم معانا مشاهدينا لكل ما هو جديد ومستحدث في عالم الطب في العياده. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا مع فقره الجمال ولشعرنا طبعا ولصحه شعرنا. احنا الستات والبنات دايما بنحب ننزل نشتري احسن حاجه عشان شعرنا اغلى حاجه، وبننقي وبنتامل قوي وندقق، ولكن مين اللي قال ان كل واحده مننا بتشتري الحاجه المناسبه ليها او المناسبه لشعرها؟ يعني مثلا في حاجة اسمها مسمية الشعر، اللي هي اللي بتبقى مسؤولة عن امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بيها داخل الشعرة. فبالتالي هل انت تعرفي ايه نوعية مسمية شعرك؟ هل هي المنخفضة ولا العالية ولا المتوسطة؟ وايه الروتين المناسب والمنتجات المناسبة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع دكتورة سارة المهدي، أخصائي العناية بالشعر والبشرة والتغذية العلاجية في مصر والوطن العربي. أهلا بيك يا دكتور سارة. أهلا وسهلا بيك أستاذة ولاء. ايه مسمية الشعر دي؟ يعني دايما بسمعك بتتكلمي عنها، اشرحيها لنا كده نبسطها للناس. مسمية الشعر هي اسمها الهير بروزيتي. ان الناس، في بنات كتير بتسمعي كتير واحده تقول انا جربت زيت جوز الهند وكان تحفه لشعري. تسمعي رد صاحبتها لما تقول انا جربته ده بهدل لي شعري، شعري ما جاش عليه. دي كلمات بتدعم يعني ايه مسميه الشعر. مسميه الشعر هما ثلاث انواع، في حاجه اسمها ايه عالي المسميه، متوسط المسميه، قليل المسميه. طيب ايه هما الانواع وايه افضل نوع شعر؟ طبعا قليل المسميه. ويعني ايه مسامات؟ انت عارفه المسامات دي بتبقى موجوده في الشعرايه، يعني الهير شافت. يعني ايه؟ يعني شكلها عامل ازاي؟ هي الشعرايه فيها عامله زي السفنجه، فيها بورز، مسامات. قليل المسامات يعني في مسامات قليله، فبالتالي الميه والترطيب اللي موجود جوه الشعرايه في نخاع الشعرايه اللي بنقول عليها المضله والكورتكس ما بيطلعش بره الشعرايه، فبالتالي بتفضل مترطبه اطول فتره. بتبقى ناعمه، بتبقى مش معرضه للهيشان ولا الدراينس، الجفاف ولا التساقط ولا الخشونه. فعشان كده ده افضل انواع. طب متوسط المساميه، ابتدت البورز تزيد، ده اللي اهملت شعرها لك كان صحي وقليل المساميه، ابتدت البورز توسع وتكتر فابتدت الرطوبه تطلع. عالي المساميه هو في بورز كتيره، كل الترطيب وكل المواد الفعاله كمان اللي هي بتحطها في السيرم والكريم او حتى حمامات زبده الشاي، كل الماسكات اللي بتعملها ما بتستفدش بيها نتيجه زياده المسامات. ومن هذا المنطلق وصلنا لحته البروزيتي تيست، الزيوت الثقيله الهيفي اويل والميديوم اويل واللو مولكولر ويت اويل، يعني الزيوت الخفيفه والزيوت الثقيله. قليل المساميه ما ينفعش اروح اجيب له زيت ثقيل، هي عندها 3 4 اخرام او مسامات. فتخيل انا سددتهم، فانا منعت الشعرايه انها تتنفس، فانا كده اذيت الشعرايه. فعشان كده الزيت التقيل ما ينفعش للشعر الصحي زي زيت جوز الهند. عشان كده لما بنقول ان استخدام الزيوت على الشعر لاطول ساعات ممكنه بيضر الشعر مش بيفيدها، مع ان تلاقي واحده شعرها خشن تقول لك لا ده انا بسرح شعري بزيت جوز الهند بيخليه حرير. فعلا، لان هي عالي المساميه عندها بورز ومسامات كتيره، فجوز الهند من الهيفي اويل بينزل على المسامات بيسد بعض المسامات فبيحتفظ برطوبه الشعرايه جوه المدله اللي هي نخاع الشعرايه، فبالتالي ما تبقاش معرضه للهيشان ولا للجفاف. عندنا شويه ترطيب في الشعر محتفظ بيه. من هنا انطلقت الزيوت وحمامات الزيوت، امتى استخدمها وانهي زيوت، هل الزيوت الثقيله مفيده للشعر العالي المساميه ولا قليل المساميه. صحيح، لان هو منتشر بين الناس يقول لك الزيت بينشف الشعر، يعني كل الناس لما نتكلم معاها تقول كده. طب معلش اعرف هل انا ممكن امسك شعري؟ يعني اعرف بجد؟ اعرف لوحدي؟ في حاجه اسمها الهير بروزيتي تيست، اللي هو اختبار مساميه الشعر. بتجيبي كوبايه ميه، بتملي تلتها ميه عادي من الحنفيه، شعرك بقى من غير، بتاخدي اي شعرايه وقعت منك كنت بتسرحي، بس ما يكونش عليها لا كونديشنر ولا كريم ولا سيرم. ليه؟ لان ده حاجات بتسد المساميه. وانت طالعه عادي عارفه، وانت طالعه بعد الشاور اكيد في التاول في الفوطه بيبقى فيه شعرايه،
تاخديها وتحطيها في تمسكيها كده في الكوبايه. مده اختبار التيست بتاع الهير بروزيتي تيست 30 ثانيه، مش اكتر من 30 ثانيه. واتبعي لو الشعرايه فضلت ملفوفه كلها فوق على سطح الميه، اذا انا ايه؟ قليل المساميه، عندي مسامات قليله، الميه ما دخلتش جوه. فانا قليل المساميه صحي، والصحي بيبقى عارف شعره انه صحي، ما فيش جفاف، ما فيش خشونه، بيتبع روتين صحي لشعره، بتاخد فيتامينز، متابعه وعامله حمامات ماسكات كويسه لشعرها. طيب لو لقيت نص الشعره متعلق في نص الكوبايه ونص فوق، يبقى انا كده متوسط المساميه، انا داخله في مشاكل هيشان وجفاف ومشاكل الشعر، لازم بقى هنا اخد الارم ان انا اي هاف تو تريت ماي كونديشن، او ان انا اعالج المشكله بتاعتي. طب لو نزلت بسرعه تحت، اذا دي مسامات كتيره شربت الميه تقلت نزلت في القاع، فانا كده نوع ايه؟ خشن، جفاف، عندي عالي المساميه. انواع الزيوت بقى تترتب، يعني قليل المساميه، الارجان، الجوجوبا، الزيت بذور العنب، دي احلى زيوت تعملي بيها حمامات زيت، او تكون موجوده في السيرم او كريم التصفيف. لانهي نوع، لانهي نوع شعر تاني يا دكتور؟ قليل المساميه. قليل المساميه اللو بروزيتي هير، اللي هي الشعر الصحي، تبقى حاجات خفيفه، ارجان، زيت بذور العنب، الجوجوبا، ده مناسب جدا ليكي عشان خفيف. طيب عالي المساميه، زيت جوز الهند بقى والزيتون والخروع، لان انا عندي مشاكل كتيره عايزه اسد بعض المسام عشان اعالج الشعرايه نفسها. عظيم. طيب انت معاك يا دكتور في مجموعه من الزيوت صح، قدميها لنا وقولي لنا كل شعر ياخد الزيت الفلاني. من هنا بقى جت الانطلاقه بعد رحله البحث عن الهير بروزيتي تيست، وامتى اللي يستخدم زيت النرجيل، زيت عشبه النيم، حتى ادرس كتير لغايه ما وصلت لزيوت هنديه مرخصه في هيئه الدوائر المصريه، هي منتجات مونستيل. لقيت لك بقى كمان ايه، مش زيت جوز هند، احنا وقفنا عند زيوت العطارين، جوز الهند، السناك اللي هو زيت الحيه، زيت الثوم، حاجات كده. لا، في طلعت اعشاب هنديه، دي السر طول وكثافه الهنود. اعشاب هندية اول مره كنت اسمعها، سافرت الهند وشفتها، ده كمان بيستعملوها مع التوابل والاكل، وبيستعملوها مساج، لان هي بين ريليفر بتعالج وبتسكن الالم. في ثلاث زيوت من منتجات مونستيل لعلاج مشاكل الشعر، زيت الانبات لعلاج فراغات الشعر والصلع الوراثي، زيت الاطاله، البنات اللي عايزه تطول شعرها واستعملت زيت الانبات وطلع البيبي هير، فمحتاجين ان احنا نطول الشعر زيك كده، او اللي تحلم بشعر ريبانزل. ثالث واحد ده زيت معجزه، اول مره في السوق المصري، في الوطن العربي، حتى في السوق الاوروبي، زيت جاف عشان حته المساميه، اللزوجه دي. نزعوا منه بالنانو تكنولوجي الستيكي سنس، او الفيسكوستي، قللوا قوي وزنه، هو فعلا جاف. انا هجيب لك باطل المره الجايه تستعمليها على ايديكي، اول ما بتحطي 3 4 نقط بتعملي بس كده عشان تحطيها بيطير. هو اسمه الدراي اويل، اسمه زيت المعجزه، بيعالج كل مشاكل الشعر، سواء تساقط الشعر، الصدفيه، عندنا مشاكل كتير، التعلبه والصدفيه، واللي عندهم الحكه، واللي عندهم القشره الموسميه، واللي عندهم التعلبه، والناس عندهم يقولوا لي انا عندي بيبقى فيه زي سخونه في فروه شعري، دايما بحس ان انا عايز اهرش، كل المشاكل دي بتعالجها الزيوت دي. طب هل هي مرخصه من هيئه الدوائر المصريه ومن مصدر موثوق منه؟ ايوه، شركه منتجات مونستيل مرخصه كل المنتجات في هيئه الدوائر المصريه، تتاكدوا اول ما بتطلبوا العبوه والمنتج بتلاقي رقم تسجيل هيئه الدوائر المصريه، ده بيديكي ثقه وامان ان كل المواد الفعاله متجربه على طبقه كبيره من كل مشاكل الشعر وعلى كل الفئات العمريه، حتى ايفن ان هو سيف على الاطفال، الناس اللي عندها مرضى الضغط او كرونيك ديزيز او الدايابيتك يقدروا يستخدموها، امن على الحوامل والرضع. فهو كده بيديني ثقه ان المنتج ده مرخص وهيجيب كمان نتيجه وفعاليه. جميل جدا يا دكتور. احنا معانا هاجر جربت مجموعه مونستيل، او هنشوف جربت انهي زيت فيهم. ازيك يا هاجر؟ ازي حضرتك يا اهلا وسهلا، احكي لي بقى كانت مشكلتك ايه واستخدمتي ايه من مونستيل ولقيتي النتيجه يعني فعاله؟ بصي، هو انا كان عندي شبه صلع براسي، كان عندي فراغات كتير جدا، استخدمت زيت الانبات وزيت الاطاله، بصراحه نتيجتهم كانت تحفه جدا، لاحظت الفرق من اول شهر استخدام، سواء من ناحيه ان طلع بيبي هير والاطاله والشعر طول، غير البيبي هير اللي طلع الانبات، الشعر ذات نفسه طول. كانت نتيجتهم ممتازه جدا معايا بصراحه. استخدمتيهم ازاي يا هاجر؟ يعني قولي لي كده روتينك، كنت كل يوم؟ بصي، انا كنت بستخدمهم يوم يوم لا،
كنت بستخدمهم ساعتين على الفروة حمام زيت، حمام زيت، واستخدمت معاهم طبعا البروكات. واستخدمت برضو معاهم شامبو مناسب. عظيم جدا، احنا بنشكرك، نتيجة برضو ممتازة جدا. احنا بنشكرك يا هاجر، ونروح لدكتور سارة تاني. ايه موضوع البرو كاب بقى، او حابة تعلقي على المكالمة؟ حالة هاجر هي حالة ألوبيشيا اللي هي الصلع الوراثي، وعايزة اقول لك على معلومة ان دلوقتي بقى اكتر من 80% من مرضى الصلع الوراثي بقى سيدات، بالرغم ان هو كان مشهور جدا في منطقة، في المنطقة العمر اللي هي من اول 23 سنة ومن 20 سنة، وفي من 18 سنة في الشباب الولاد، سواء اللي هو الصلع الوراثي اللي هو بيبقى موروث. طب هل ليه علاج؟ طبعا ليه علاج. الناس بتبقى فاكرة ان انا اصلا ورثته عن جدي، فخلاص بقى بسلم النتيجة او بسلم للصلع الوراثي. لا، ليه علاج طبعا. لازم اول ما احس ان انا عارفة اللي هو دق الخطر، خلاص ان انا في فراغات ابتدت تظهر، في تساقط شديد، اذا انا خلاص متجه للصلع الوراثي. بقى عندنا بنات للاسف بيكلموني بتقول يا دكتور انا بقيت مكسوفه اقابل خطيبي، لازم الف الطرح عشان شعري فاضي وعندي فرح. مشاكل الصلع الوراثي كتيره جدا، لازم نعالجها بكورس بنقول عليه اللي هو كورس ايه، مش المعجزه بس، هو كورس فعلا انقاذ وعلاج واعجاز وانجاز للبنت، حالتها النفسيه وفي نفس الوقت النتيجه الفعاله. طب من خلال ايه؟ عشان يعني دكتور ساره بتقول انجريدينتس، اولا قلت لكم منتجات مرخصه من هيئه الدواء المصريه، هقول لك على تركيبات وشويه اعشاب هنديه، يعني عايزاهم يكتبوا ورايا، انا نفسي انبهرت بالنتيجه الهائله دي وبالاعشاب دي. اول ما تيجي قبل ما نقول للمجموعه ديت ونقعد نتكلم اكتر، نشوف تقرير عن حاله استخدمت مجموعه مونستل، ونرجع نكمل مع دكتور ساره تاني. زيت الإنبات للشعر عالجنا بيه أصعب الحالات، أقوى زيت بتقنية وتركيبة سبقنا بيها 30 سنة لقدام من غير كيماويات. زيت السر بتاعه بيبتدي في لونه أسود سواد الليل، أول ناس نعالج حالات بزيت طبيعي لونه أسود لأصعب الحالات. أنا كنت تخينة وعملت دايت لمدة سنة كاملة، وفي خلال الفترة ديت شعري ابتدى يتساقط جدا، ابتدى ان هو يعمل لي فراغات في شعري، فقررت ان انا اجرب المنتج وجربته، والحمد لله رجع لي شعري احسن من الاول. وعشان حمام الزيت ينجح لازم تعملي له جدول، جدول لازم تبقي حافظاه قبل طريقه استخدام زيت الانبات والاطاله عشان توصلي لافضل نتيجه في اسرع وقت. الجدول بتاعنا هيبتدي معانا من يوم الاحد، هنستخدم يوم الحد زيت الإنبات، ويوم الاثنين هناخد أجازة، ويوم الثلاث زيت الإطالة، ويوم الأربع هناخد أجازة، ويوم الخميس زيت الإنبات، وهنمشي الشهر كله ما بين زيت الإطالة وزيت الإنبات يوم أجازة. والنتيجة هتبان إمتى؟ بعد 30 يوم استخدام. عالجنا الصلع الوراثي لستات ورجالة وكمان أطفال. طيب احنا رجعنا تاني مع دكتور سارة، وواضح طبعا ان الزيوت مليانة، يعني الزيوت مليانة مجموعة من الزيوت الكتيرة اللي كنا نتكلم عنها كمان قبل التقرير. نقول بقى بإسهاب، هي فعلا زي ما شفنا ان اكتر الحالات واكتر مشاكل الشعر غير تساقط الشعر الصلع الوراثي والفراغات. بنت، ولد، ست، راجل، شاب، شابة، يعني للأسف الصلع الوراثي حتى كمان ايفن الاطفال في سن بعد الثلاث سنين. مامي ممكن تكلمنا وتقولي انا بنتي شعرها خفيف جدا، بتتعرض لتنمر في المدرسه او في النيرسري في الحضانه، شعرها خفيف، طب انا عايزه املى شعرها. طيب تعالي نقول الاول زيت الانبات بيكون من ايه؟ ده زيت سحري. عارفه والله بجد يعني هو سحري، لدرجه ان انا ايه اول ما قالوا لي ان هو زيت الخروع الجامايكي الاسود، فانا قلت لهم بس انا لون شعري فاتح، لان احنا عندنا فكره كده معلومه زمان لو كتر الزيوت بيغمق لون الشعر. ايوه صح. فانا مش عايزه اغمق لون شعري، قالوا لي لا ده سحر، انت فعلا ما تحطي 3 4 نقط على ايدك هو لونه اسود سواد الليل، ومجرد ان انت بتدهنيه وبتعمليه مساج بيختفي تماما اللون وبيبقى لونه شفاف. الزيت ده اثبت براءه اختراع في اعاده الحيويه والحياه لبصيله الشعر الميته، يعني لو بصيله عاجزه عن انها تطلع شعرايه هو بيرجع تاني يديها حياه وحيويه انها تطلع شعرايه تاني من اول وجديد، ولو بصيله ضعيفه بتطلع شعرايه واحده او شعريتين المعدل الطبيعي لكل بصيله انه من 4 ل5 شعرات.
فبتطلع تاني عدد شعرات اكتر. فده زيت الجامايكي الاسود الهايل اللي اثبت براءه فعلا لعلاج فراغات الشعر والصلع الوراثي. حتى ايفن البنات المحجبات نتيجه شد البندانة كتير او البنات المتعوده تشد شعرها بالاستيك والهير توتوريال الكتير تعرضوا ليه مناطق بتبقى فاضيه في الشعر بنقول عليها فراغات الشعر. زيت الاطاله بقى ده الزيت المفضل ليا انا شخصيا، هو 14 نوع زيت. 14 نوع زيت في بوتل واحده. واعشاب هنديه، انا كنت اول مره اسمع عن الاعشاب دي. عشبه النيم، عشبه النرجيل، عشبه التراميرا، عشبه القرطم، عشبه حبه البركه، الخروع والروزماري وكمان الزيتون وعشبه الامله، كل الزيوت دي في زيت واحد في بوتل واحده اسمه زيت الاطاله. فانا لو عندي فراغات شعر عايزه اطلع بيبي هير جديد وعايزه اطوله باخد زيت الانبات وزيت الاطاله. تالت زيت بقى زيت الدراي اويل اللي هو زيت المعجزه، انه اول مره في السوق المصري فعلا يكون زيت جاف تحط على الشعر ما بيسيبش اي ريزيديوس، ما بيسيبش اي اثار، ما بيلزقش الشعر، فبالتالي احنا بنبعد عن مشاكل الزيوت في تلزيق الشعر، في ان هي بيوقع الشعر بينشف الشعر. بلس بقى ان هو مكون من اعشاب ايه؟ لسان الثور. دي عارفه يا استاذه ولاء انا رحت المنطقه اللي هي مزروعه فيها، فانا بقول لهم طيب العشبه دي بتطلع كم مره في السنه؟ قالوا لي هي بتطلع مره واحده في السنه. هي عشبه شيطانيه بيستنوها مره واحده في السنه، بياخدوا الزيت بتاعها بيعالجوا الشعر، بيعالجوا الغضاريف، بيعالجوا مسكن للالام. والشعر قدره هايله لاعاده لمنع تساقط الشعر ولعلاج الحكه والصدفيه والجفاف. احنا طبعا يعني محتاجين حلقات وحلقات هنتكلم معاكي يا دكتور ساره. سريعا قوي قول لنا نتواصل معاكي ازاي، ممكن الناس توصل لكم ازاي؟ سريعا انا عايزه اقول لك الاول هو في عرض مخصوص ليكي الاستاذه ولاء وبرنامج العياده. شكرا. زيت الانبات وزيت الاطاله وزيت الدراي اويل المعجزه معاهم شامبو مونست لان لازم اغسل شعري، ولازم جلسه حمام الزيت بالبروكاب. البروكا بهديه وخصم 50% من خلال ارقام التليفونات الموجوده على الشاشه. انا برد بنفسي على الواتساب او ممكن يدخلوا على الصفحات مانستر او صفحه الدكتوره ساره المهدي يسالوا على عرض الحصري لبرنامج العياده، خصم 50% على ثلاث انواع الزيت والشامبو وعليهم البروكا بهديه. اول واحده بعد الفقره على طول. اول واحده تجي لها احلى هديه. سلام يا دكتور. دكتور ساره المهدي بنشكرها، اخصائي العنايه بالشعر والبشره والتغذيه العلاجيه بمصر والوطن العربي، وكمان بنشكركم مشاهدينا ودايما خليكم معانا في العياده على قناه الحياه. دار العظام اكبر صرح طبي في امراض وجراحات العظام. غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات على أعلى مستوى من الجودة والدقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، برنامج العيادة بنجدد التحية وبنجدد فقراتنا كمان، والنهاردة هنتكلم عن أنه أحيانا كتير مننا في ممارساته اليومية أو حتى في ممارسات الرياضية العادية، لو أنت نازل تجري الصبح وبعدين فجأة اتوقفت وقفت او فجاه غيرت اتجاه الجري بتاعك، بدل ما انت كنت ماشي لقدام لفيت وهتمشي لورا، او حصل خبطه للركبه بشكل او باخر، هنا بيحصل ما يسمى باصابه الرباط الصليبي. الرباط اللي بيبقى رابط ما بين عظمه الفخذ والساق وبيثبت مفصل الركبه. ماذا لو حصل هذه الاصابه الرباط الصليبي؟ ازاي نعالجها ونشخصها ونقرب منها اكتر؟ مع دكتور بجاد هشام عبد الرازق، استشاري ومدرس جراحات العظام واصابات الملاعب والطب الرياضي ومناظير وجراحات الركبه والكتف بكليه طب القصر العيني ودار العظام، وزميل كليه الجراحين الملكيه للعظام وبانجلترا. اهلا بك يا دكتور ومنورنا في العياده، وبدايه عرفنا اكتر، يعني يمكن انا قلت شويه في المقدمه بتاعتي عن الرباط الصليبي، قربنا منه اكتر وعرفنا منه اكتر خصوصا قدامك الماكات. يعني اهلا بيك استاذه ولاء، والحقيقه سعيد جدا ان انت بقيتي متبحره في مجال العظام وبتقولي كلام دقيق جدا. اول فعلا زي ما حضرتك قلتي احب ان احنا نوضح للساده المشاهدين ايه هو الرباط الصليبي. زي ما حضرتك قلتي هو الرباط اللي ماسك ما بين عظمه الفخذ، انت قلتي كلام دقيق جدا، ما بين عظمه الفخذ وما بين عظمه الساق اللي هو الاستراكشر ده، ماسك فعلا ما بين دي ودي، وهو مهم جدا زي ما حضرتك قلتي للثبات بتاع الركبه بالاخص في الاتجاه الامامي خلفي ومع الدوران بتاع الركبه. في الاتجاه الدوراني بنسميه الاتزان الدوراني للركبه، الروتيشنال ستابيليتي. وفعلا هو مهم لما تكون بتجري
او بتلعب كوره او بتجري او في حياتك اليوميه نازل من على سلم وحصل انك رجلك ثابته والفخذ من فوق لف عليها، حصل روتيشن، تغيير اتجاه مفاجئ وانت بتلعب كوره او انت بتجري او حاجه زي كده، ممكن يتسبب في اصابه الرباط الصليبي وقطع الرباط الصليبي سواء كان جزئي او قطع كلي. والاصابات دي ممكن تكون اصابات مباشره، يعني واحد خبط في واحد، لاعب خبط في لاعب وحصل التواء للركبه، او اصابات غير مباشره، انت بتجري لوحدك وغيرت اتجاهك، حصل رجلك سبتت، بتشوت كوره، بتلف في الملعب، قدمك سبت وجسمك حصل روتيشنال او لف عليها، روتيشنال موفمنت او لفت عليها، فيحصل قطع في الرباط الصليبي. ويجي المريض في الفتره الاولانيه طبعا الفتره الحاده رجله بتورم، رجله بتخون وبيقع، ما بيبقاش قادر يدوس عليها، بيزك، بيطلع من الملعب لو كان بيلعب كوره مش قادر يكمل، او لو كان بيجري. معلش، الاصابه اول ما بتحصل بيبان على طول اثرها ولا بتقعد شويه؟ بالتأكيد. لا بتبان، بتبان على طول. رجله بتورم، الم شديد، ممكن يسمع صوت طرقعه في الركبه، يقول لك انا سمعت صوت كان حاجه بتتقطع او قماش بيتقطع او طرقعه جامده، وبعديها رجلي ورمت في الحال، ما قدرتش اكمل جري، ما قدرتش اكمل لعب في الملعب، اضطريت اطلع، حطيت كمادات تلج وي وي وي، تاني يوم لقيت الورم لسه زي ما هو ومش قادر انزل الشغل، بزك على رجلي. فكل دي علامات اصابه في المرحله الاولانيه، وغالبا بيتوجه الى مستشفى للطوارئ وبيتم عمل اشعه اكس راي عاديه يتاكدوا ان مفيش اي كسر او شرخ حصل، وبيكتبوا له الادويه الاوليه، الاسفات الاوليه، حط كمادات تلج، امسك ركاز وانت ماشي، خد راحه من الشغل والحركه، طبعا النشاط الرياضي بيوقفه، وحاجات زي مسكنات، مضادات للالتهابات والتورم، مراهم موضعيه لتخفيف الالام في الاول. وبعد ما الورم بيبدا يهدى وينزل والمريض يلاقي نفسه لسه رجله مش قادر يمشي عليها بشكل طبيعي، او لو بدا يحاول تاني انه يرجع للنشاط الرياضي، بيحصل ان رجله بتخونه او بتفلت منه. ودي اكتر كلمه بنسمعها من المرضى، رجلي خانتني، رجلي لفت مني وقعت، اللي هو بنسميه جيفنج واي. ليه؟ لانه لما بيجي تاني يتحط في نفس الموقف ان رجله تلف كده، الرباط الصليبي ما بيبقاش موجود ويعمل وظيفته بالشكل الطبيعي ان هو يحمي الركبه، لا، فالرجل بتفلت من بعضها. فساعتها بيتوجه بقى يكشف في العياده عند الطبيب المختص اللي هو بيكون استشاري اصابات الملاعب او جراحات المناظير بتاعه الركبه في دار العظام. طبعا في دار العظام. حلو، بتيجوا بقى هنا يا دكتور، بتبداوا ازاي؟ ايه الالات والادوات اللي بتستخدموها؟ بتشخصوا شده الاصابه ازاي؟ حلو قوي. طبعا انت اول حاجه دايما الهيستوري تيكينج، اللي هي بتسمع التاريخ المرضي للمريض، شكل الاصابه، حصلت ازاي، حصلت امتى، من فتره قد ايه، جرب يلعب تاني ورجله فلتت منه، كم مره فلتت منه، هل مازال في تورم، هل رجله بتعلق ساعات، لان في بعض الاحيان بيكون مصاحب للرباط الصليبي الاصابه في احدى الغضاريف، الغضروف الهلالي الداخلي او الخارجي، فممكن دي يبقى معاها تعليقه للرجل وهي جاي يفرد ومعلقه، ما يعرفش يفرد بالكامل. فكل بتسمع الحاجات دي كلها، بعدين بتقوم بفحص الركبه عشان تشوف درجه الاتزان بتاعها، هل في اصابه مصاحبه للرباط الصليبي في الاربطه الجانبيه، يعني ده الرباط الجانبي الداخلي. هو كام واحد كده؟ أربع أربطة في الركبة. أربعة؟ صليبي أمامي وصليبي خلفي، صليبي الخلفي موجود من ورا، ورباط جانبي داخلي ورباط جانبي خارجي. فلازم تفحص الأربع أربطة دول فحص شامل في الركبتين، وبتقارن ثبات الركبة المصابة بثبات الركبة اللي ما فيهاش إصابة، عشان تقدر تعرف درجة الإصابة قد إيه، وأني أربطة بالظبط اللي فيها الإصابة. وبعدين بتطلب الأشعات، سواء كان أشعة عادية لو هو ما كانش عامل قبل كده، وأشعة الرنين المغناطيسي. طيب، يعني الاربعه اسمهم الرباط الصليبي ولا الاربطه الصليبيه؟ يعني لا، الرباط الصليبي الامامي والخلفي اتنين، بس اللي جنبين دول ما لناش دعوه، جانبي جانبي بس رباط صليبي برضه. لا لا التانيين اتسموا صليبي علشان هم معديين قصاد بعض كده، واحد جاي من ورا لقدام واحد جاي من قدام لورا، فعاملين شبه صليبي، عاملين يعني اكس، فتسموا الصليبي، لكن دول اربطه جانبيه عاديه. طيب، واحد داخلي واحد خارجي. طيب يا دكتور، برضو الحاجات اللي احنا قلناها، فكرة الحركة المفاجئة وقوف مفاجئ، ما احنا كتير بنعملها، مين الأكثر عرضة؟ ممتاز، صح، في ناس أكثر عرضة من الآخرين. وجدوا الدراسات وجدت أن السيدات أكثر عرضة من الآخرين، لأن طبيعة الالايمنت بتاعة الرجل بتاعتهم في سنة وضع بنسميه فالجس، يعني في درجة طفيفة جدا من التقوس لبرة، اللي هي مع الجامبينج واللاندينج لو بيلعبوا رياضه زي الباسكت بول او فيها قفز وذب وهبوط على القدم، بيحصل لود على الرباط الصليبي اكتر في السيدات. المنطقه اللي الرباط الصليبي بيقابلها
في عظمة الفخذ هنا اسمها النوتش، دي منطقة ضيقة. النوتش دي بتاعت كل مريض لها شكل مختلف، في ناس بتبقى النوتش بتاعتهم واسعة وشكل يو، في ناس بتبقى شكل في أو هي 8 بالعربي، منطقة ضيقة، فبيبقى عرضة أكثر لإصابة الرباط الصليبي. الناس اللي عضلاتها ضعيفة أصلا، في يعني العضلات بتاعتها ما بتعملش دايناميك كنترول، أي مفصل ليه ثبات بسبب الأربطة والعضلات بتساهم في الثبات بتاع المفصل. فلو العضلات دي ضعيفة مش هتعرف تنقبض في الوقت المناسب وتمنع الحركة المفرطة اللي حصلت اللي أدت إلى قطع الرباط الصليبي. فالعضلاته ضعيفة وما فيش مصل كوردينيشن، توافق عصبي عضلي جيد، عرضة أكثر لهذه الإصابة. اللي عنده أصلا درجة من الارتخاء، أكيد سمعت حضرتك عن ناس عندها ارتخاء في الأربطة، يقولك أنا عندي ليونة في المفاصل أو ارتخاء في الأربطة، دول عرضة أكثر للإصابة دي لأنها برضو ما بتعملش الوظيفة بتاعتها بالشكل المظبوط. ففعلا في ناس عندها عرضة طب أكثر. طب السمنة أخبارها إيه يعني؟ والسمنة طبعا طبعا لأن كل ما الكتلة اللي حطت فورس على الركبة زادت، كل ما فرصة الإصابة كانت أكبر. أكبر صحيح. طيب يا دكتور، حضرتك طبعا ليك خبرة في العمل برا في إنجلترا، وإيه الجديد اللي حضرتك جبته ربما من برا أضفته لدار العظام فيما يخص الرباط الصليبي؟ الحقيقة برا بيشتغلوا بدقة كبيرة جدا في التشخيص وفي العلاج بتاع الرباط الصليبي، واستفدنا كتير جدا من خبراتهم في العلاج الطبيعي والتأهيل بعد العملية، لأن العملية هي جزء من الموضوع. وإحنا الحمد لله هنا في دار العظام عندنا فريق متكامل من إصابات الملاعب، وفي جزء بتاع الركبة عندنا من أول أستاذنا دكتور أحمد عبد العزيز مرورا ببقية الزملاء كلهم، بنشتغل على دقة عالية قوي ومعايير مشابهة جدا للي شفتها برا في إنجلترا واللي هم بيعملوها. الفرق الوحيد يمكن في التأهيل البدري والتركيز على الريهابيليتي والتزام المريض، وانك تبقى مفهمه ده من الاول وشرح له ده من الاول ان العملية هي جزء من الموضوع، جزء من العلاج. العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب على فترة مناسبة اللي هي مش اقل من 9 شهور قبل ما يقدر يرجع تاني للنشاط الرياضي التنافسي، دي مهمة قوي قوي قوي. 9 شهور 9 شهور كتير برضو، فترة طويلة. صح طبعا فترة طويلة، بس لما تيجي تبص في عمر اللاعب لو بنتكلم على حد تنافسي في عمره الرياضي ومشواره الرياضي، 9 شهور دول مهمين قوي، لانه يا اما يرجع تاني لنفس الليفل اوف بيرفورمانس، نفس الاداء بتاعه في الملعب، يا اما بيفضل عنده تاثير او نسبه ما رجعش تاني 100%، هتعوقه في مستقبل رياضته مش زي ما هو كان متعود. صح، فاللي هو الاحسن يقعد 9 شهور، فالاحسن يقعد 9 شهور حفاظا واهتماما بمشواره الرياضي، بمشواره. صحيح. طب وبالتالي يا دكتور، يعني إصابة الرباط الصليبي بتتنوع في إصابتها، يعني هل في إصابة خطيرة، في إصابة ممكن شفائها، إصابة لا يمكن شفائها؟ الحقيقة الرباط الصليبي يا إما مقطوع يا إما مش مقطوع. ساعات يبقى فيه جزع بسيط، وده بنعتبره إنه خلاص مش مقطوع. لو الرباط فيه جزع لكن فيه ثبات للركبة وبالفحص الركبة ثابتة والمريض رجله مش بتخونه أو بتفلت منه، فده خلاص مش مقطوع وحيقوي عضلاته وياخد باله. ده مش خطير وده مش كتير. الأكتر ان هو لو اتقطع بتبدأ انت تشوف هل الشخص ده بيلعب رياضة تنافسية، بيلعب كرة احترافي او تنافسي، يبقى لازم يخضع لعملية اعادة بناء الرباط الصليبي. لو هذا الشخص يعني بيروح يلعب كده كل فترة ينبسط مع اصحابه، لكن هو حياته اليومية حياة هادية، قاعد على مكتب بالاخص لو وزنه كبير شوية، فهو شخص مش لازم يعمل عملية رباط صليبي. لو مش هيتعرض لمواقف متكررة في حياته ان رجله تفلت منه او تخون، ورجله ثابتة وقادر يمارس نشاطاته اليومية العادية برجل ثابتة وواثق منها، مش محتاج يعمل عملية رباط صليبي. لكن لو رجله مش مطمن له، بتخونه بتفلت منه، او هو حابب يلعب رياضة مستمر مش عايز يبطل، انا بحب العب كوره مش عايز ابطل، يبقى لازم يخضع لعمليه اعاده بناء رباط الصليبي. يعني معنى كده ان ممكن يبقى بني ادم عنده الرباط الصليبي مقطوع، ولكن لو عايش بطريقه الاقرب الى يعني سليمه وطبيعيه خلاص بنسيبه زي ما هو. مظبوط، تمام كده. طيب يا دكتور احكي لنا كده، يعني في دار العظام ايه اصعب حاله مثلا جات لكم او مختلفه وتعاملتوا معاها ازاي؟ لا احنا عندنا حالات كتير قوي بتبقى صعبه اللي تفتكرها، يعني يعني بتبقى من اصعب الحاجات طبعا لما بيكون عندك اصابه في كذا رباط.
مش الرباط الصليبي بس. لو انت عندك اصابه في الرباط الصليبي الامامي، الرباط الصليبي الخلفي، رباط جانبي داخلي ورباط خارجي، بنسميها مالتي ليجمنت انجري، يعني كذا رباط مقطوع. ودي بتكون اصابات شبيهه بالخلع، يعني هو لما اكتر من رباطين يتخلعوا يتقطعوا ثلاث اربطه او اكتر، معناه ان المفصل ده خلع ورجع تاني في مكانه، لان هي الاربطه دي هم الاربعه اللي مسؤولين عن ثبات المفصل. فده بيحتاج بلانينج كويس قوي، لان انت لازم هتفكر هتعيد بناء الاربع اربطه. محتاج خبره، محتاج تفكر. انت لما بتعيد بناء الاربطه دي بتاخد رقعه وتريه من مكان مختلف. فانت عندك اربع اربطه، يعني انت محتاج اربع رقعات وتريه من اماكن مختلفه من المريض، سواء كان من نفس الطرف، من نفس الرجل، او من الرجل الاخرى. محتاج تبلان ان يبقى معاك وقت كافي، لان انت مده العمليات او مده الجراحه دي هتبقى طويله، فانت لازم تفكر في مده الجراحه هتشتغل اني اربطه الاول، وممكن تفكر انك تعملها ستيجد، يعني تعملها على مرحلتين. مراحل مرحله أيه. اولى ان انا اعمل مثلا اعاده بناء الرباط الصليبي الخلفي والجانبي، ومرحله ثانيه اعمل الرباط الامامي والخارجي. تعمل مرحلتين او مرحله واحده، بالاخص لو معاك فريق طبي يساعدك، يعني معاك اكثر من مساعد، فتقدر تنجز المهمه دي في وقت قصير، ما تطولش على المريض فتره البنج وفتره. ومحتاج تفكر التاهيل بتاع المريض، الخطه هتبقى ماشيه ازاي. هل اللي هو بنسميه البروتوكول بقى جوه غرفه العمليات، حضرتك بتقصد كده، هل في حاجه يعني حاجة معينة مخصوصة للرباط الصليبي، للعملية الجراحية بتاعت الرباط الصليبي؟ في آلات طبعا، في آلات مختصة، في آلات المختصة بتاعت الرباط الصليبي، وهي اللي بتعمل بيها العملية، والإمبلانس اللي بيتم تدريب، وكل الحاجات دي الحمد لله متوفرة عندنا في دار العظام، يعني تم التدريب عليها لكل الفريق الطبي بتاعنا، والتمريض عارفين ازاي يستخدمها وكل الكلام ده، عشان تقدر تعمل العملية very accurate، بدقة عالية جدا، وتقدر تنجز إعادة بناء أكتر من رباط في نفس المرحلة. في نفس المرحلة. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور بجاد هشام عبد الرازق، استشاري ومدرس جراحات العظام وإصابات الملاعب والطب الرياضي ومناظير وجراحات الركبة والكتف بكلية طب القصر العيني ودار العظام، وزميل كلية الجراحين الملكية للعظام والكسور بإنجلترا. وكمان بنشكركم مشاهدين على متابعتكم لنا، ودايما خليكم معانا في العيادة على قناة الحياة. بكم مشاهدينا مشاهدي برنامج العيادة في كل مكان، فقرة جديدة وموضوع جديد، وطبيب أونلاين، أول طبيب أونلاين في الشرق الأوسط لتوفير حل جذري لمرض السمنة وما يترتب عليه من أمراض مزمنة زي الضغط، زي السكر، زي القلب ووجع المفاصل. وزي ما احنا عارفين ان السمنه بتفتح الباب لاكثر من 40 مرض، زي ما دايما بنقول في فقراتنا الطبيه، ولا يمكن علاجها. فكره طبيب اونلاين بتقول ان السمنه لا يمكن علاجها بواسطه ما يسمى بالخبير، ولكن فقط بواسطه الاطباء المتخصصين. نعرف يعني ايه بقى الفرق بين خبير وطبيب مع دكتوره ريهام الحياوي، استشاري التغذيه العلاجيه، ماجستير ودكتوراه طب القصر العيني، وزميل الكليه البريطانيه للتغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا دكتور ريهام. عامله ايه؟ يعني مثلا الخبير، ما هو الطبيب، ما هو الطبيب خبير برضه. لا يا ولا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده. ضيعتي 7 سنين طب وماجستير ودكتوراه يا جماعه. خبير حد عنده خبره في مجال ما، يعني خبير في فن الطهي، خبير في المكياج، بنجرب وصفه تطلع مش حلوه ورا الخبير مش هنخسر حاجه. بنعمل مكياج مره من خبير مش موثوق قوي، اتس اوكي هنغسل وشنا والموضوع عدى. لكن الطب ده موضوع كبير قوي، 7 سنين دراسة لجسم الإنسان، حاجة تانية خالص بكل تكوينه، بكل التفاعلات، بكل الأدوية اللي تنفع، بكل مرض ممكن يعدي على الإنسان خلال حياته، وإيه علاجه وإيه تفاصيله. ده هو الطبيب، الشخص الوحيد المؤهل ان انت تأمنه على صحتك وجسمك، وتروح له بأمراضك، وأمراضك دي تندرج تحتيها أهم مرض، وهو مرض العصر، مرض السمنة. يعني في مرض العصر التاني، السكر النوع التاني ولا، وهو ده أصلا ناتج عن السمنة. يعني هو مرض العصر فعلا الوحيد هو السمنة. فأنت ما ينفعش تروحي تعالجي والدك أو والدتك أو ابنك أو أنت شخصيا، لو عندك سكر، عندك ضغط، مشاكل في مفاصلك، بتروحي لحد خبير
سمعتيها دي قبل كده؟ لا. بنروح لاستشاري او اخصائي الجهاز الهضمي، الغدد الصماء وهكذا. يعني انت عايزه تقولي ان الخبير مش بالضروره يكون دارس، اللي هو بيقول او بيزعم ان هو خبير. هو ما يقدرش يقول انه دارس، ما يقدرش. هو بيقول انا دارس في جامعه بلا 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 اونلاين فن التغذيه. ايه فن التغذيه ولا ايه علوم التغذيه؟ علوم التغذيه دي اكل بقى، انا دارسه الملوخيه والبتنجان بس ده ما يتكلمش في جسمك، ما يديكيش مكمل غذائي او دواء، ما يقراش تحاليلك، ما يقراش اشعتك، ما يقولكيش انت عندك سنه نتيجه نقص في الهرمون الفلاني او عندك زياده في كذا، ما يقدرش يقول كده. ولو قال كده يبقى يعني بيضحك عليكي وبيخدعك، وانت اديتيله الفرصه بده عشان انت عملتي تجارب كتير جدا فاشله مع عديد من الناس اللي برضو غير مؤهلين، فبتدوري على اي اشياء تتعلقي. بالظبط. طيب. فاحنا من هنا عملنا فكر طبيب اونلاين. طبيب اونلاين هو طبيب دارس جسمك، دارس كل المشاكل اللي ممكن تكون معرض ليها، عشان يعرف انت بتتخن ليه من غير سبب، عشان يعرف انت حرقك توقف ليه او بقى قليل جدا، عشان يعرف مشاكل الارق وقلة النوم اللي بتعاني منها اللي بتسبب لك اكل متأخر ليلا ده حلها ايه. خلي بالك في مشاكل كتير جدا يا ولاء احنا مش مربطينها بالسمنة، النوم المتقطع، النوم القليل جدا، الناس اللي عندها مشاكل في هرمونات والكورتيزول، هرمون الاسترس اللي بيطلع نتيجة الاسترس بيخلينا ناكل كتير، كل دي حاجات طبية بحتة احنا مش فاهمينها وماشيين ورا سكك، وحاجات تانية خالص بتخلينا ما نوصلش للحل والنتيجة اللي جسمنا محتاجها. فطول الوقت في دايرة خبير، منتج جديد اونلاين، وحاجات كلها للأسف 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 غير مضمونة وغير معلومة المصدر، بنضحي بجسمنا وصحتنا، وده أكبر خطر ممكن الإنسان يعمله في نفسه. بنجرب في صحتنا. في صحتنا صحيح طبعا أغلى حاجة. طيب إيه بقى اللي بيقدمه طبيب أونلاين؟ إيه الجديد؟ إيه اللي مش موجود؟ إيه اللي مش موجود وجديد؟ إن أنت غير اللي أنا قلته كله، إن أنت كل الخدمة بتاخديها من خلال أطباء متخصصين، بنمشي معاكي خطوة خطوة، بيبي ستابس، واحدة واحدة. يعني بعد ما نشوف طبيعتك مشاكلك كلها ايه، بقدم لك نظام دايت خاص بيكي ونظام علمي طبي، مش اكل زي ما اتفقنا مع بعض، خاص بالمشاكل اللي تخصك. وعلم بقى الطبي في الدايت مدارسه كتير جدا، مدارس الدايت كتير جدا، صيام متقطع، نظام الكيتو، نظام انظمه كتير جدا، بتختاري النظام الملائم للشخص ده. طب يا دكتور ما انت كده هتحرمي الناس، والناس زهقت من الدايت واتجهت للحاجات دي عشان زهقت من الدايت. هقول لك ما انا عامله الحل الموازي مع الدايت الصحي ده، ان انا بقدم لك انا وفريق طبي كورسات متنوعه، كورسات طبيه مرخصه امنه، بتشتغل على المشاكل الاكثر شيوعا وهي الشهيه المفتوحه، الاكل ليلا، وده يعني طبعا عارفين بيزيد جدا في مرحله الشتاء بقى اللي احنا خلاص على اعتابها ان شاء الله. نقعد يا دكتوره بالليل قدام التلفزيون سحلب وفشار وكيكه والحاجات بقى الجميله اللي نطلع من الشتاء زايدين 10 و20 كيلو. طيب هنعمل كنترول لده او نعمل قمع لده ازاي بطريقه طبيه مظبوطه؟ ان انا بديكي كورسات بتساعدك ان معدتك تكون مليانه طول اليوم تقريبا، فقدرتك على الاكل لا تتعدى 30 او 40%، فبالتالي انت سعراتك مهما كلتي بقى، انت عامله في بيتك اي نوع اكل، انا مش هعمل لك اي حرمان من اي نوع، مشكلتي في الكم، والكم انا حليته بكورسات امنه معتمده على عناصر كتير جدا، وبالمناسبه متنوعه وجديده، واعتقد ان شاء الله ان شاء الله ان اي حد هيجرب الكورسات دي هيحس فرق كبير، لان فيها عناصر كتير جديده غير دارجه في الكورسات اللي ممكن يكونوا جربوها. وانا بتكلم طبعا على الكورسات الامنه، مش بقارن نفسي باي حاجه غير امنه مش عارفه محطوط فيها ايه، مكوناتها ايه. ما احنا عندنا الالياف يا ولاء اللي هي العنصر الاساسي في اي حاجه، الالياف المليئه اللي هي عديمه السعرات اللي بتشكل 70% من حجم المعده بتاعتنا. مش بس كده، عناصر زي خل التفاح، الكروميوم، الاعشاب والطحالب البحريه اللي تقريبا ما حدش استخدمها قبل كده، ودي اللي بتشتغل على ايه ولا ان انا ادعم جدا جدا معدل الحرق اللي بقى منخفض جدا. انت بتاكلي طول الوقت عماله تخزني دهون، حرقك تقريبا بقى ضعيف جدا نتيجه حاجات كتير، واولهم الاسترس بالمناسبه. لناس كتير بتكون شايفه يا دكتور انا ما عنديش مشاكل غده، لما بنكلم بقى الفريق الطبي ويبعتوا لنا التحاليل، فيتامين دي معقول، الغده كويسه، ما عندناش مشاكل، بس عندك ستريس، عندك لود في شغلك، عندك لود في بيتك، عاملك ستريس شديد جدا، مخلي هرمون الكورتيزول عندك عالي، فعندنا مشاكل فظيعه في تخزين الدهون وهكذا. فاحنا بندور على المرض ونحله، وبالتالي المرض اللي هو الاساسي السمنه يبتدي يتحل. مش بس كده،
تمارين رياضية، عندنا ناس متخصصة في برضو في التربية الرياضية. يعني احنا مش بنعمل يعني كل حد بقى بيشتغل حاجته، مفيش خبراء في أي اتجاه. يعني أنا دلوقتي عندي تيم كامل خاص بالتمارين الرياضية بيتواصل من ضمن المتابعة بتاعتنا عشان يبعت لك التمارين الرياضية البسيطة جدا اللي بتعمليها وانت قاعدة قدام التلفزيون لمدة 10 دقائق يوميا، بس هتجني ثمار المجهود العشر دقائق كل يوم كل يوم كل يوم، مع متابعة دورية أسبوعية من الفريق الطبي طبعا، اللي دايما هفكركم نتواصل من خلال الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة أو طبعا صفحة الفيسبوك اللي أعتقد هتعرضوها، عشان يقدروا يتواصلوا مع الفريق وياخدوا زي ما قلت الدايت المناسب، الكورسات الخاصة بالتخسيس وتبعيات زي ما انت قدمتي في الأول يا ولاء، تبعيات أو مشاكل اللي بتترتب عن السمنة، مشاكل عظم، خشونة مفاصل، كل ده، تساقط شعر، كل ده هنحله بمنتهى البساطة بكورسات كتيرة جدا متعددة على حسب مشاكلك. هنبتدي نريكومند أو نرشح لك الكورسات اللي انت جسمك محتاجها عشان تطلعي من الرحلة بتاعت علاج السمنة بأمان. وهي مرض بأمان. طيب احنا هنروح يا دكتور ريهام نشوف حالة من حالاتك. حالة كانت عند الدكتورة ريهام طبعا بتعاني من السمنة، ولكن مع الكورسات بتاعتها قدرت انها تخس كتير. خلينا نروح نشوف ونرجع مرة تانية. أنا دعاء، تابعت مع الدكتور ريهام الحيوي من خلال أرقامها، اتبسطت جدا جدا إن هي طبيبة متخصصة، لأن أنا تعبت جامد جدا لما تابعت مع خبراء وخدت أدوية وما وصلتش في الآخر للوزن اللي أنا بتمناه، وبالعكس كمان صحتي كانت متدهورة جدا، وكنت قد إيه بحس دايما إن أنا مرهقة وتعبانة، لحد ما تواصلت مع الدكتور ريهام والتيم بتاعها، ما كانوش بيسيبوني ولا لحظة، كنت دايما على تواصل معاهم وهم على تواصل معايا، لحد ما وصلت للوزن المثالي. أنا خسيت من 113 كيلو لحد 70 كيلو خلال 9 شهور. بنصح أي حد إن هو لما يجي يختار رحلة نزول الوزن أو إن هو ينزل في وزنه، إن هو يختار طبيب مختص. وبشكر دكتور ريهام جامد جدا، ودكتور محمد، وكل حد في التيم بتاع دكتور ريهام الحياوي. رحلة النزول الوزن أو نزول الوزن هي رحلة محتاجة أن أنت تختار الطبيب المتخصص اللي هيوصلك في الآخر للوزن المثالي اللي أنت بتتمناه. ورجعنا مرة تانية لدكتورة ريهام الحياوي استشاري التغذية العلاجية. ودكتور ريهام، هل عندكم كورسات باكيجز معينة لحالات الناس بتختلف من بعضها البعض؟ يعني هل عندكم كورسات متنوعة؟ احنا عندنا كورسات متنوعة جدا جدا، بس عايزة اقول نقطة بقى مهمة قوي، يعني وده ضمن برضو اللي احنا طبيب اونلاين بيحاول يحاربه، النماذج الغير صحية اللي بتظهر للأسف على الميديا والسوشيال ميديا، وهي فكرة العروض المبهرة، فكرة ان انا ببيعلك فكرة هخسسك 100 كيلو في شهرين ثلاثة، فكرة ان انا بقولك عاملالك 9 منتجات وعليهم 5 هدية والحقي بسرعة العرض الخماسي السداسي اللي بقدمهولك النهاردة. ببيع وهم، ببيع حاجات للأسف زي ما قلت تاني ولا بنجربها في نفسنا من ناس غير مؤهلين تماما تماما علميا ان هم ينصحوني اخد اي منتج ادخله بقي، سواء هو مكمل غذائي او دوائي، الاثنين واحد. يعني هنقول ده مكمل غذائي مش دوائي، لا، اي حاجه حضرتك بتدخلها جسمك من منتجات لازم تكون زي ما قلت هي حاجه مضمونه من شخص مضمون، وده اللي بنعمله في طبيب اونلاين. فطبيب اونلاين لما بيرشح للشخص كورس للعظام عشان مشاكل السمنه اللي عانى منها ادت لخشونه في عظمه والام شديده، انا بدي استشاره طبيه من دكتور العظم للشخص ده. لما باجي لشخص عانى من السمنه سنين طويله وبقى عنده نقص في الفيتامينز، لان خلي بالك مريض السمنه هو مش كويس زي ما ناس فاكره عنده مخزون كتير، لا، ده هو بياكل اكل كتير قوي غير صحي ومتاذي جسمه جدا جدا، فهو عنده نقص فيتامينز كتير جدا، وشعرها بيتساقط وكل المشاكل بتاعت النحافه هتلاقيها، لان الاثنين اسمهم سوء تغذيه. سوء التغذيه يندرج تحتيه السمنه والنحافه، فهم الاثنين بيعانوا، وهم هما
الاثنين. وبالمناسبه عايزه اقول حاجه، انا عارفه ان في طبيب اونلاين دايما بنتكلم على السمنه عشان هي مرض العصر، بس حتى مرضى النحافه انا بقدم لهم كورسات النحافه، وعايزه اقول لك قويه جدا جدا وبيجيب نتائج رائعه. دي اللي بتكسب وزن بالظبط كده. حتى دي انا بقدمها تحت زي ما قلت اشراف طبي ومتابعه اسبوعيه، وبيجيب نتائج رائعه جدا بالذات مع البنات اللي في سن المراهقه والجامعات اللي بيعانوا من سمنه شديده، بيعانوا من التنمر نتيجه سوري من النحافه الشديده، بيعانوا من التنمر. فعندي كل المشاكل الصحيه انا بعالجها، بس طبعا دايما التوبيك الرئيسي اللي بنتكلم عنه هو علاج السمنه عشان هو مرض العصر زياده الوزن. طب يا دكتور ايهام، اعرف انه النحافه الشديده ليها ايضا تمرينات رياضيه صح؟ مظبوط. هل ده مش يعني مش بس بعمل رياضه عشان اخس؟ مظبوط. ممكن اعمل رياضه دي مش فاهمينها عشان اكسب وزن دي زي. نتائجها بقى رائعه جدا يا ولاء. ازاي؟ عشان كده بقول لك الاشراف مهم. يعني انت ازاي بتقولي هتعملي تمارين وهتزودي جسمك، وازاي يا دكتور بتقولي انها هتعملي تمارين وهتنزلي من جسمك؟ ده مظبوط جدا. حتى اختيار التوقيت للتمارين مهم جدا. يعني مش اي حد بادئ معايا خسيه بديله تمارين لاي منطقه، لان خلي بالك هي انا ازاي بزود الناس بالتمارين. انت عندك حجم عضله معين اللي هو الرفيع، الناس الشباب خلينا نقيسها على الشباب عشان هتبان لك قوي الصوره، الشباب لما بيتمرنوا في الجيم بتلاقي حجم العضله كبر صح كده؟ فبالتالي هو ده نفس اللي هيحصل لبنت بتعاني من النحافه، انا بزودها في الوزن بالمكملات الغذائيه ونظام غذائي دايت، وبديها تمارين رياضيه على المناطق لما بعرف تقسيمه جسمها ومشاكلها فين، بديها تمارين بتكرارات معينه بتعملها بنوع في التمارين دي، فحجم العضله بيزيد في اي منطقه في الجسم. زي الشباب لما تلاقي حجم العضله زاد فالشكل العام بيكون حصل فيه ايه؟ تضخم للجسم في العموم او للمناطق طبعا اللي انا قصداها. طب المريض اللي بيخس معانا ما بعملش ده، بدي نظام التمارين وتكرار العدات والمناطق اللي بديها بحيث اعمل شد او تونينج للعضلات، وفي نفس الوقت لما بتزودي حجم العضله شويه مش كتير بتخليها قادره على حرق الدهون بصوره اكبر، فانا بكبرها القدر اللي يخليها محرقه للدهون تساعدني بالزبط. مع الكورسات ومع الدايت في متابعاتي، لكن ما بكبرهاش واديها الحجم اللي يخلي شكل المريضه زي ما بنقول بالبلدي كده نفشت هالك بالظبط كده نفشت. هي بتحس ان هي نفشت لان العضله كبرت، هي عندها دهون لسه بتنزل والعضله كبرت فشكلها النهائي ايه؟ نفش، حتى لو هي على الميزان شكلها خاسس. فدي تفاصيل بقى، ده اللي انا بقولها لك، ما ينفعش تاخدي اي معلومه والسلام، كل حاجه معموله في طبيب اونلاين مدروسه جيد مدروسه جيد جدا. احنا طبعا هنبقى معاكي على طول يا دكتور ريهام وطبيب اونلاين. احنا بنشكر طبعا دكتوره ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه ماجستير ودكتوراه طب القصر العيني وزميل الكليه البريطانيه للتغذيه العلاجيه، وكمان بنشكركم مشاهدينا ودايما خليكم معانا في البرنامج، برنامج العياده على قناه الحياه.